فيك تمشي كم كنقلب عليك انا فيك تمشي الله يبارك فيك. شكرا اش وقع المهم والله الا وقع داك الشيء يا سلام. وكنشكركم بعدا جيتوا حضرتوا لنا والله الجمهور ديال طنجه على حفاوه الاستقبال وجاو فرحوا وضحكوا الحمد لله يا ربي الحال وداز داك الشيء اللي كان خصنا هو اللي المهم اللي كان في بالنا هو اللي داز والحمد لله تفاعلوا معنا وداز سبيكتاكل يا سلام جوج فخايط والحمد لله حنا فرحانين طنجه على المجيء ديالهم شكرا بزاف التشجيعات ديالهم وان شاء الله عندنا موعد مع الناس ديال المغرب كامل ان شاء الله ان شاء الله باقي جوله ف باقي ان شاء الله ان شاء الله لبسه ديال الكوميديين حضروا اليوم هادشي طبعا اثر فيكم بالنسبه للعرض طبعا طبعا لان كيجيو يشجعوك ما كيجيوك الحمد لله حنايا عندنا مع الكوميديين ديال المغرب الحمد لله غير الخير والاحسان ما عندنا شي مشكل مع شي واحد كاملين صحاب الحمد لله كان عندنا وظيفه كنوظفوها كل واحد كيوظف الوظيفه ديالو الحمد لله والامور ماشيه وي والله والحمد لله شكرا بارك الله فيك والله العظيم ما باقي الوقت باقي الوقت ان شاء الله الانسان كيضغط الوجود ديالو على الساحه والنهار اللي غيفرض راسو راه غيفرض راسو لانه الانسان اذا كان كيخدم صراحه باقي ما وصلش وقت ديال السلسله وصافي شويه حنا ماشي حنا درجه الحمد لله لا زربة على قلق والله ما حتاش شي شويه مزيان تقلق شويه شحال الفنانين بداو وهبطوا مشى اي مشى كاين الحمد لله عندنا كوميديين في الشمال خص شويه عندنا شي اذاعه شماليه اللي هي وطنيه شماليه هي اللي ما كايناش هذا هو المشكل امين شكرا اشوق ان شاء الله بيبا اشوق تاسس على واحد الكلب خدام مع واحد الكلب شكرا محسن حمود بيو مروان دراري كبير ديالنا شريف كنا نكونوا استمتعتوا كنا نكونوا ضحكتوا ان شاء الله تحيه اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة